هأنذا بالآثام حبل بي بالخطايا ولدتني أمي. الآية دي مهمة أحبائي، لأنه في ناس بتحاول تطلع مفهوم غريب عن الكنيسة، أن الطفل ليس فيه خطية. حيات مفهوم ده غريب، لأن الآية دي صريحة بتقول إيه؟ بتقول بالخطايا ولدتني أمي وبالآثام حبلت بي أمي. على رأي القديس أمبروسيوس ده قديم قوي، في أول الرابع، أمبروسيوس ده أبو أغسطينوس الروحي، يقول لم يوجد إنسان لا يحمل خطية لأنه لم يوجد أبوين غير خطاء. أي أب وأم مش فيهم خطية، مش بيغلطوا، يوم ما يخلفوا طبيعة الشر اللي فيهم دخلت في العين لأنه مولود بالخطية. أيوب 14 يقول ليس مولود امرأة يتزكى أمامك، يقول لأنه ما فيش حد يوم واحد يخلو من خطية. أيوب بيقولها كده، أن حتى لو إنسان اتولد وعاش يوم واحد هو ما زال مخطئ. رومية 5 بيأكد أنه الجميع أخطأوا، دي رومية 3. رومية 5 يعدها يقول أخطأ الجميع. أخطأ الجميع كمان في الترجمة اليوناني معناها حسب الجميع خطاة بدون استثناء. هتقول لي طب الطفل ذنبه ايه؟ اقول لك ملوش ذنب، لكن كمان فضله ان المسيح جه وخد طبيعتنا البشريه ودفع الثمن، يبقى لا هو له سبب ولا له فضل في الخلاص. زي ما اتولد عنده خطيه، جه المسيح شال الخطيه، بس عليه بقى يصدق في المسيح ويمشي وراه، يعني يطلع من تحت آدم ويدخل تحت المسيح. آدم بيدي خطايا، بيدي موت. المسيح آدم الجديد بيدي بر، بيدي حياة أبدية. اللي عاوز يفضل تبع آدم الأولاني خلاص هو حر، هيفضل بني آدم، وبني آدم دي معناه ميت، محكوم عليه بالتراب بالهلاك، لكن أولاد ربنا دول محكوم لهم بالحياة الأبدية.